الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في محاضرتنا الرابعة والأخيرة في البرنامج والثانية في الورشة الثانية بتاعت الكونسنتريشن آن الستيننج. طيب، زي ما قلنا في المرة الفاتت وتكلمنا إنه الكونسنتريشن الويت ماونت النتيجة بتاعته بتكون preliminary في انتظار نتيجة الكونسنتريشن. بعد ما تطلع نتيجة الكونسنتريشن هي برضها بتكون preliminary في انتظار نتيجة الستيننج، ولما يطلعوا النتائج الثلاثة كده بيكون الكمبليت اوفان باراسايت تيست تم، وبعد ذاك الريزلت كود بي ريبورتد. طيب، المحاضرة الرابعة permanent stain سمير. طيب، زي ما قلت لكم المرة الفاتة وفي محاضرات فاتوا إنه في بعض البراسايس موجودة في عينة الأسطول، وحتى في الويت بريبريشن بتكون موجودة، في الكونسنتريشن بتكون موجودة، لكن بيكون شكلها صغير جدا جدا، أصغر من إنها to be detected without staining. مثلا زي الاسفيريكال أوسيست أوف الكوكسيديوم باراسايت، والمايكروسبوريديوم سبيسيز، والكريبتوسبوريديوم، السايكولوسبورا. هي طبعا هي كوكسيديوم باراسايت، بوسيس بتاعت كوكسيديوم باراسايت، زي شنو؟ زي مايكروسبوريديا سبيسيز، كريبتوسبوريديوم سبيسيز، السايكولوسبورا سبيسيز، كلهم صغار جدا جدا، يعني ده من 1 to 2.2 مايكرومتر، وده دي تو 10، وده 4 to 5. ار ديل ار تو سمول تو ريليبلي دي ايدنتيفاي من ويت بريبريشنز، يعني صغار جدا ما لدرجه انك انت تشوفهم وتعمل لهم ايدنتيفيكيشن بصوره حقيقيه وصوره مظبوطه. عشان كده البيرمنت ستينز مير ار نيديد. اذا معناها الويت بريبريشن بيشوف لنا الباراسايز بالموتيليتي او بالشيب لو كانوا حجمهم كبير، الكونسنتريشن بيظهر لنا الباراسايز لما يكونوا العدد، لما يكون العدد بتاعهم بسيط. الستيند سمير تكنيك بيشوف لنا الباراسايت لما يكونوا صغار، حجم الباراسايت صغير جدا جدا. في الويت بريبريشن بيكون قاعد، في الكونسنتريشن بيكون قاعد، في الديبوزيت بيكون قاعد، لكن حجمه أصغر من انك تشوفه في بالعدسة 10 أو 40. اذا محتاج تو بي سين ان ايدنتيفايد بالعدسة اكبر افتر ستيننج اللي هي العدسة. طبعا الكوكسيديوم باراسايز دي هم بيشكلوا مشكلة كبيرة جدا حاليا في العالم نتيجة لانتشار الاميونو سبريشن. اميونو سبريشن سواء كان induced يعني مقصود في الاورجان ترانسبلانتيشن، او ديو تو كرونيك ديزيزز زي الاتش اي في. عشان كده الباراسايز دي محتاجة الناس تهتم بيها وتشوف الطريقة المناسبة انها تقدر تفحصها في المعامل بيها، اللي هو الستيننج تكنيك. بيرمنت هي طبعا هي مرتبطه اكتر حاجه بالدائريه، سيفير دائريه. بيرمنت ستينز ار نوت ريكومندد فور ذا ايدنتيفيكيشن اوف هيلمنث ايج. الهيلمنث ايج دي ار لارج انف تو بي سين ان ويت بريبريشن او كونسنتريشن سيدمنت، ما محتاجه ستيننج لانها كبيره جدا، واللارفا برضه كبيره ما محتاجه ستيننج. ذيس اورجانيزمز، وحتى لو انت عملت ستيننج وظهروا لك الاورجانيزم زي ستين تو داركلي، انت ما بتقدر تشوفهم، ومرات يكونوا ديستورتد، عشان كده ده بيخلي الايدنتيفيكيشن بتاعهم ديفيكال، واصلا انت ما محتاج تعمل لهم ستيننج لانه هم اصلا كبار جدا بدون ستيننج بيصاروا. ولو عملت لك ستيننج سمير وعملت لها ستيننج بيجي شفت تحت الميكروسكوب لو كان فيها ايج وحصل له ستيننج بيكون دارك، انك انت ما بتقدر تتعرف عليهم، او بيكون ديستورتد العين الايج ذاته بتكون شكلها يتغير. اذا معناها بيرمنت ستين مهم جدا جدا في الديتكشن والايدنتيفيكيشن اوف الكوكسيديوم باراسايت، ده مهم جدا جدا. It is recommended that the stool material be placed on aluminium coat slide to improve adherence to albumin coated slide to improve adherence to the glass. طبعا احنا عارفين
انه البيومين ده فاسيليتيتس الادهيرنس بتوين الاوبجكت المعين والجلاس سلايد. هسه لو لاحظتوا نحن في الهيماتولوجي لو عملنا سنترفيوجيشن لعينه بتاعه بلاد وعملنا ريموفال للبلازما وجينا عملنا بلاد فيلم من الخلايا براها ما بتمسك, بتروح في الواشنج بعدين بعد الاستيني بتروح. ليه؟ لانه الالبيومين اللي بيعمل ستيكينج للخلايا دي على الجلاس سلايد الحي دي موجوده عشان كده بتروح. بنفس الصوره هنا نحن لما نجي نعمل ستيننج للستول سمير على سلايد ات از بيتر انه السلايد دي يكون فيها البيومين من فوق عشان يسهل التصاق الباراسايس على الجلاس سلايد. When performing any type of permeable stain, appropriate control site containing protozoan or leukocytes should be used. طبعا اي staining لاي حاجه, اي staining لاي parasite or parasitic object, it is better انه دائما يكون في control slice. يعني كيف؟ يعني مثلا انا عملت staining لستول سميرس والستول دي من patients suspected of having مثلا اكوكسيديان باراسايت, اكوكسيديان انفكشن. طيب it is better انه انا في البدايه بفور هاند يكون عندي في المعمل سلايس مجهزه من عينات بتاعت ستول من بيشنس اصلا كونفيرم انه عندهم كوكسيديان باراسايت او الكوكسيديان باراسايت سبيسيز المعين واحد او اكثر. ليه؟ عشان بعدين بعد الستيننج اقدر اغارن. في البدايه بعمل كنترولينج للستين عن طريق النون باراسايز في العينه بتاعتي في السلايد المعينه, وفي نفس الوقت اغارن المورفولوجي بتاع الباراسايز الموجوده في الكنترول سلايس مع المورفولوجي بتاع الباراسيتيك اوبجكتس اللي بيظهر لي في العينه بتاعت المريض. عشان كده نحن حتى في الملاريا مثلا, في الملاريا بيقولوا انه لازم يكون في كنترول سلايس اللي هي سلايس محضره من عينات بتاع من عينه وعينات بتاع البيشنس, والعينات دي نون انها بوزيتيف فور البلازموديوم سبيسيس المعين. لكن انستين انا لما احضر من عينه البيشنت واجي اعمل لها ستيننج بدخل السلايس مع بعض في كباتش واحد, يعني ادخلهم مع بعض مع السلايس بتاعت البيشنت واعمل ستيننج لهم مع بعض. كده بعمل كنترولينج على الستيننج بتاعتي الستين ذاتها والستيننج بروسيدر بتاعتي, وبعمل كنترولينج على الاوبجكت المفروض يظهر لي في السلايد بتاعت البيشنت والباراسايتس المعروفة الموجودة في الكنترول سلايدز. طيب لما نحن نصل مرحلة انه البيرمنت ستين ديسمير الريزلت بتاعتها طلعت دي بعد ده بتكون considered as final. Final taking into consideration شنو؟ الويت بريبريشن والستيننج, وفي النهاية جاتنا البيرمنت ستين ريزلت ديسمير ريزلت. إذا معناها النتيجة النهائية بتاعت الاوفان باراسايت تيست بتطلع بعد ما تطلع نتيجه البيرمننت ستين سمير. طيب بيرمننت ستين سمير كونتينيود يا نوع من الستينس انا بستخدمها عشان تستين الباراسايت. اول حاجه عندنا حاجه اسمها ويتليس ترايكروم ستين اللي هي ترايكروم سيمبل كده ترايكروم ستين. It is very good for fresh and unpreserved stool. وطبعا دائما دائما it is better انك انت تحضر السمير من العينه قبل ما تكون بريزيرف وتعمل لها بريزيرفيشن تابع للستيننج ذاته, احسن من انك تعمل بريزيرفيشن للعينه في الكونتينر وتخليها قاعده وتجي تعمل منها السمير فيما بعد. طيب بنعمل فيكسيشن السميرس اللي بنحضرها من الايم بريزيرف ستول بنعمل لها فيكسيشن في 70% الكحول فور 20 مينتس. طيب الستين دي بتعمل لنا ستيننج للتروفوزويدز والسيست وفي انتستينال اميبا والفلاجيليتس كلها بتعمل لها ستيننج. لكن الروتين ترايكروم ستين داز نوت ستين او سيست اوف كريبتوسبوريدم اين سايكلوسبورا اللي هي سيستو ايسوسبورا. So no cyclosporas. So and they appear as unstained holes
or ghost. إذا معناها أنا عندي different options to stain the parasite في الستول سمير. يعني مثلا basically أنا بستخدم the staining technique عشان to stain a very small parasites. لكن مرات يكون عندي cyst بتاع انتميب هيستوليتيكا ما قادر أعمل له identification بصورة proper. أو تروفوزويت ما قادر أفرق هل هو انتميب هيستوليتيكا ولا other type of amoeba مثلا انتميب كولاي لو كان الشكل صغير مثلا. إذا معناه لو استخدمت الترايكروم ستين ممكن أعمل ستينينج للتروفوزويت والسيست بتاعة الأميبا والفلاجيليت جارديا ما قادر يفرقها من الأزر النون باثوجينيك فلاجيليت. لو عملت ستينينج للسمير بالصورة دي أنا بقدر أتعرف على التروفوزويت بتاعة الأميبا والفلاجيليت والسيست برضو. لكن unfortunately الترايكروم ستين دي ما بتعمل لنا ستينينج للأوسيست بتاعت الكريبتوسبوريديوم والسايكولوسبورا. إذا معناها كل الباك جراوند بتكون ستين لكن التو تايبس اوف باراسايت دي بتكون اني ستين هتظهر لنا زي هولز فراغات كده او جوست شبح معين كده ظاهر على السلايد اني ستين والحوالين كله ستين. إذا ده اوبشن واحد من الستينينج ممكن أنا استخدمه عشان تو detect and identify amoeba and flagellate trophozoites and cyst. ده option واحد. طيب عندنا تاني stain تاني اللي هي iron hematoxylene stain. It is very good for staining fresh and preserved stool. Sodium acetate formaldehyde and formalin preserved smears. إذا معناها دي بتنفع مع الأمبريزيرف ستول والبريزيرف برضو. لكن دائما الأمبريزيرف زي ما قلت لكم دائما بيكون better than البريزيرف سامبلز. طيب سيمبولي بتعمل الاسمير وبتعملها drying في بالاير عادي air dried and stained through a series of solutions. طبعا انا هنا ما بتكلم عن method of staining يعني المحلول الفلاني خذ فيه السلايد لفترة 5 دقائق وحول من المحلول الثاني وكذا. دي عبارة عن a procedure انا ما بشتغل بها. انا بشرح البرينسيبل بتاعت الحاجة بتاعت الميثود. طيب انت بعد ما تعمل air drying للسمير بعد ذاك بتعمل staining through a series of solutions. اذا solutions دي بيكون فيها preservative بيكون فيها ستينينج بيعمل ستينينج للباراسايتس وفي ستين تانية بتعمل ستينينج للباك جراوند وهكذا. It does not stain coccidia and microsporidia. Coccidia and microsporidia. إذن الايون هيماتوكسلين ايون هيماتوكسلين بتعمل لنا ستينينج للباراسايتس ممكن برضو الاميبا والفلاجيليتس وما بتعمل ستينينج للكوكسيديا والمايكروسبوريديا. طيب نحن كده قدرنا عملنا عندنا طريقتين من الستينينج ميثودز عن طريقهم بنقدر نعمل ستينينج للباراسايز البروتوزون باراسايز اللي بيكون حجمه صغير او بيشبه لنا حاجات تانية نون باثوجينيك او بيشبه لنا حاجات ارتيفاكس. ليه؟ لانه حجم الباراسايز صغير مرات ما بتتعرف عليه بسهوله زي الاميبا والفلاجيليت تروفوزويتس اند سيست. دي الطريقتين. طيب عندنا باراسايز تانية صغيره اللي هي الكوكسيديان باراسايتس والمايكروسبوريديا. دين احنا لازم يكون عندنا طريقه معينه نعمل بها ستينينج عشان تظهر لنا ديل والا هيكونوا ميسنج والدائريه دي هتستمر في الناس اللي ميونو كومبرومايز سواء كان ميونو كومبريشن اذا كان انديوسد او يكون ديو تو كرونيك ديزيزز. طيب الميثود اوف تشويس عشان تظهر لنا الكوكسيديان باراسايت والمايكروسبوريديا اللي هي موديفايد زيل نيلسون تكنيك اللي هي زد ان ستين اللي هي اسيد فاست ستين ودي فيري امبورتنت فور ديتكشن اوف كريبتوسبوريديوم والسايكلوسبورا والسيستو ايسوسبورا باللاي طبعا باراسايت بيلي وليست باللاي لانه الاي واحده. ليه؟ due to ليه بيحصل لهم staining بزد ان ستين وبقاوموا الاسيد لانه هم اسيد فاست. ليه؟
لانه عندهم لبس في الوول بتاعهم هي اسيد فاست. اللبس بتاعتهم في الوول بتخلي الوول ده اسيد فاست، عشان كده بيقاوم الديكالرايزيشن عن طريق الاسيد، وبياخد لون المين ستين في ديزيدين ستين، وما بيحصل له ديكالرايزيشن. عشان كده الكاونتر ستين بيصبغ الباك جراوند وما بيصبغ لنا الوول بتاع الباراسايز دي. ليه؟ لانه هم اسيد فاست. طيب الميثود دي بتشتمل لنا على الفلودينج، يعني الستيننج، تغطيه السمير with unheated carbofoxin اللي هو المين ستين ده without heating. دي واحده من الحاجات اللي خلتها موديفايد. ليه؟ لانه نحن عندنا الزيت ان ستين في الميكروبيولوجي لما نصبغ بها المايكروبكتيريوم، المايكروبكتيريا بتكون شنو؟ نحن بنعمل السمير ونعمل فلودنج السمير بالكربوفوكسين، وبنعمل هيتنج تحت السلايد. تحت السلايد بنعمل هيتنج. ليه؟ لانه الهيتنج دي بتسهل لنا دخول الستين داخل البكتيريا، داخل البكتيريا. هنا نحن ما بنحتاج هيتنج، الستيننج بيحصل مباشره بدون هيتنج. عشان كده ده واحد من الموديفيكيشن، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الديكالرايزيشن بيحصل ب 5% سلفيوريك اسيد H2SO4 in alcohol or 1% instead of 3% acid alcohol. نحن في زيدين ستين بنستخدم النون موديفايد، زيدين ستين الاصليه الاساسيه بنستخدم 3% acid alcohol، عشان كده بنقول acid fast acid alcohol. هنا ما بنستخدم 3% acid alcohol، بنستخدم 1% او 5% سلفوريك اسيد. عشان كده ده بيجا تغيير في الميثود الاساسيه، موديفيكيشن في الميثود الاساسيه، عشان كده سميناها موديفايد زيل نيلسون تكنيك. ونعمل كاونتر ستيننج بالميثيلين بلو. طبعا احنا عندنا المين ستين اللي هو الكربوفوكسين، وعندنا الكاونتر ستين اللي هو الميثيلين بلو. طيب فريش اور فورمالين اور صوديوم اسيدات فورمالدهايد بريزيرف ستول مي بي يوز. يعني ممكن يستخدم الفريش، ممكن يستخدم البريزيرف سامبل. انا لما اقول فريش وبريزيرف ما معناه انه الفريش ما بريزيرف، الفريش هيحصل لها بريزيرفيشن لكن بعد ما نعمل الاسمير. اما ديل هنا بيكون اصلا العينه بريزيرف في الكونتينر بتاع بريزيرف، عشان نجي بعد ذاك نعمل منها الاسمير. فدائما الفريش سامبل it is better to use fresh sample rather than to use preserved ones. طيب قلنا الترايكروم ستين بنصبغ بها الفلاجيليت ان اميبا تروفوزويس ان سيست. اسيدي جارديا، تفاصيله واضحه جدا جدا بعد الستين بالترايكروم ستين. دي الانتاميبا هيستوليتيكا فيها النيوكليس، الفيزيكولر نيوكليس بالاوصاف اللي قلناها، سنترال كاريزوم، بريفرال كروماتين، والفيلمنت صغيره ما ظاهر لانها صغيره جدا، الرابطه بين البريفرال كروماتين وبين السنترال كاريزوم. هنا في فاكيولز وعندنا انجستد ار بي سيز. انجستد ار بي سيز بيورينا ان هي دي الباثوجينيك اميبا اللي هي انتاميبا هيستولوجيكا. دي الانتاميبا كولاي سيست هو اباوت 8 نيوكليار. احنا ممكن نشوف اديل خمسه لكن ممكن الأربعة الباقيين يكونوا وردي ما ظاهرين لنا، لكن في النهاية كش سايز وعدد نيوكلياي متماشية مع إنها انتاميبا كولاي. دي داركم تذكروها، دي اللي هي الليمون شيب اللي هو الاندو ليماكس نانا اللي هي ليمون شيب. شايفين ده ليمون شيب، دي النيوكلياس بتاعتها وفيها سنترال كاريزوم حجمه كبير جدا زي ما قلت لكم. لو غارنا ده بكولاي بنلقى كولاي صغير جدا، لو غارنا بهستوليتيكا صغيره وبالجارديا صغيره. اذا دي كبيره جدا وعندها الجروف ده واضح جدا الريمين، وعندها البروتروجن اللي خليها بتشبه شكل الليمونه. طيب برضو عندنا الايرون هيماتوكسلين ستين، عندنا الداينتاميب فراجيليز اللي هي عندها تو نيوكلياي، اميبا عندها تو نيوكلياي.
الجار دي اسيست، عندنا فور نيوكليا نحن شايفين ديل، لكن الاثنين الباقيين ممكن يكونوا وراهم ما ظاهر لنا. لو نحن شفنا بالاتجاه ده حنشوف الاثنين ديل حيكونوا ديلك معطين اشهر لنا 3 أو 4. المهم في النهايه هنا في فور نيوكلياي، عندنا دي الريمينز بتاعت الاكزونيم ودي الريمينز بتاعت الميديم بوديز الماسك الاكزونيم الاثنين مع بعض، وهنا دي الريمينز بتاعت الفلاجيلا. بعدين لما يحصل دي انسيست باراسايتس اللي هي فور سيست، لو حصل اكسستيشن للسيست ده كل اثنين تو نيوكلياي من هنا بدوني تروفوزويت واحد، ديل برضه هنا بيكونوا 4 كل اثنين بدوني اكزونيم زائد الميديم بوديز، كل جزء باكج بيمشي مع اتجاه الباراسايت، والفلاجيلا بيحصل ليها اكستنشن خارج الباراسايت عشان توفر للباراسايت الموتيليتي. دي انتاميوكولايسيس بالهيماتوكسيلين ستين، شايفين الحجم كبير جدا، هنا النيوكليا 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي ايوداميبا بوتشيلي ولا بوتشيلاي دبل اي تقريبا، اي ايودا اميبا بوتشيلاي لانا دبل اي. طيب عندها النيوكليوس الكروماتويد بودي كبيره برضه، لكن عندها كاركترستيك فيتشر ثانيه السيست اوفل، وده الكروم ده الجلايكوجين ماس، قلنا بيحصل له ستيننج بالايودين. هسه هنا ما ماخذ الستين لانه الهيماتوكسيلين ما بيعمل له ستيننج. في الستين باك جراوند، الباك جراوند ستين، باقي الاسيست ستين، النيوكليوس ستين، الجلايكوجين ريمين ان ستين. دي موديفايد اسيد فاست ستين اللي هي موديفايد ان ستين. طيب عندنا دي سايكلوسبورا سايتننسيس كبيرة، سايكلوسبورا سايتننسيس معاها يست، والسايكلوسبورا واحدة من خواصها قالوا انه التيكينج اوف الستين الابتيك اوف الستين في السايكلوسبورا بيختلف من باراسايت للتاني. هسي ده ريزيستد الستينينج، الستين ده ما اخذ الستين اصلا وده اخذ الستين، بياخدوها بديجريز مختلفه. اس هنا لو ملاحظين السايكلوسبورا دي، ديل ما ماخدين الستين وديل ماخدين الستين، دي كلهم ماخدين الستين، ديل ما ماخدين الستين، وهكذا. في ديسكريبانسيز في الستيننج بتاع السايكلوسبورا، هنا دي السايكلوسبورا ماخد الستين بصوره بروبر، دي ييست دي كلها ييست ماخد الستين. هنا عندنا الكريبتوسبوريديوم، كريبتوسبوريديوم ده عبارة عن أوسيست واحد جواه في فور سبوروزويتس، يعني هسي مثلا ده سبوروزويت ده سبوروزويت ده عاد يكون سبوروزويت وده جنبه سبوروزويت، ده كريبتوسبوريديوم بارفم بيظهر لنا بالستين. الأطوار دي كلها ما بيهمنا طبعا الييست دي، بس بيهمنا السايكلوسبورا، سايكلوسبورا دي كلها سايكلوسبورا، وبيهمنا الكريبتوسبوريديوم. السيستو ايسوسبورا لانها كبيره، السيستو ايسوسبورا بيلي كبيره، ما نحن ما محتاجين نعمل لها ستيننج لانها في الويت بريبريشن بتصار، لو بتتذكروا المحاضره اللي كانت فيها. فده الكريبتوسبوريديوم بيظهر لنا بالصوره دي. طيب الباراسايز دي اسي نحن عاملين لها اليومينيشن بالعدسه 100، يعني مكبره 1000 مره، حاجة مكبرة 1000 مرة وحجمها بقى لحد 1000 مرة ما قاعد يصير الأيوداميبا ولا قاعد يصير الشايلوماستكس ولا قاعد يصير حجم الجاردة، تقريبا أقل من نصف حجم الجاردة المكبرة 1000 مرة زيها. إذا معناه الباراسايس دي صعب جدا نحن نعمل لها ديتكشن، التايبس دي نعمل لها ديتكشن في ويت بريبريشن أو في بعد الكونسنتريشن، ويت بريبريشن بعد الكونسنتريشن، لانها زي ما قلت لكم هي بتكون موجوده في الويت، موجوده بعد الكونسنتريشن، لكن تشوفها كيف لانها صغيره شديد. حاشوفها عن طريق الستين، يا تو ستين لا ترايكروم ستين ولا هيماتوكسيلين ستين، عن طريق الموديفايد زد ان ستين. انا بتمنى الستيننج ده بتاع الكوكسيديوم باراسايت، يعني الترايكروم ستين عشان تستين الاميبا والفلاجيليت باراسايس، يعني ممكن الناس ما تهتم بها شديد، وبرضه الهيماتوكسيلين ستين ما تهتم بها شديد، لكن
الأزيدينستين for a detection and identification of coccidium parasite والسايكلوسبورا دي مهمة جدا جدا في المعامل مع انتشار الاميون سبريشن. يعني المريض يجي وبيعاني وبطن ودياريه وبتاع ونحن نقود في بارده الجارديا والانتميبا وبس ما لقيناهم خلاص يمشي يقول لي عندك حاجه ثانيه، عندك فايرال انفكشن، عندك مصران عصبي وكلام زي ده. وده كله ما عنده، عنده شنو؟ عنده كوكسيديان انفكشن، لكن نحن ما عارفين نظاهرها كيف. ما بنظاهرها ما لم نعمل زيت ان ستيننج. انا بتمنى ودي برضه لما تضيفها في المعمل، تطوير للمعمل اضافه اللي دخل المعمل اضافه معرفيه لك انت، مصلحه للمريض، كنترول على الانفكشنز دي بتاعت الكوكسيديان باراسايس. الناس بتقدر تعرف الماجنيتيود بتاع السبريد اوف الكوكسيديان باراسايس وتاثيره خاصه في الناس الاميونو كومبرومايز. فدي حاجه مهمه جدا جدا. عشان كده لو لاحظتوا انه الاوفر باراسايت تيست ما بتجاهل واحد من الثلاثه، الويت بريبريشن عشان تشوف الحاجات اللي بتشوفها الويت بريبريشن يعني كبيره وظاهره، الكونسنتريشن عشان تشوف الحاجات اللي انت ما شفتها في الويت بريبريشن لانه عددها بسيط، الستيننج عشان تشوف الحاجات اللي انت ما شفتها في الاثنين اللي فاتوا لانه حجمها صغير ما بتتشاف الا بالستيننج، لكن مهمه جدا جدا لانها هي باراسيتيك. يعني الناس ما اهتمامها بانها تشوف الجارديا او الديوستريتيكا يكون اكبر من اهتمامها انها تشوف الكوكسيديان باراسايت. واحد ده مرض وده مرض، دي بتشوفها بطريقه معينه، دي بتشوفها بطريقه ثانيه. الطريقه الثانيه دي لكن في المعمل بتاعك لازم تشوف طريقه انك تدخلها في المعمل عشان تفيد المريض وتفيد الكنترول بتاع الديزيز، في الكنترول بتاع الديزيز ده، وتفيد معملك في انك انت دخلت فحص ثاني جديد زدت سعه التشخيصيه للمعمل من ناحيه نوع الفحوصات، وفي نفس الوقت زدت دخلك انت لانه انت دخلت فحص جديد برضو مدفوع القيمه. الكلام ده مهم جدا جدا يا جماعه. طيب عندنا طرق ثانيه نحن بنعمل بها استيميشن للورم بيردين. ورم بيردين يعني احنا في طرق ثانيه معينه قالوا عشان نقدر نعرف الشيدنج كميه الايج اللي بنلقاها في الاستول في وزن معين منه في عينه معينه جرامز معينه منه بتعبر لنا عن عدد الورمز الموجوده في عند الزول ده. عشان كده سموه استيميشن اوف ورم بيردين. الكوانتيفيكيشن اوف الهلمث ايجز از ريرلي ريكوايرد الروتين دايجنوستيك لابوراتوري. ما في ناس قاعد يشتغلوا به اصلا، يقول لك نعمل استيميشن للايج هلمث للهلمث ايج في العين عشان نقدر نعرف الزول ده الورم بيردين بتاعه فيه قدر شنو. Number of egg detected in stool specimen does not significantly influence anti-helminthic drug therapy. The number of egg detected in stool does not كده ليه؟ لأنه ممكن بعض الورمز دي تكون ماتت، يعني كمية كبيرة من الـ من الـ من الـ egg بعض طالع من helminth من الورمز، الورمز دي في جزء منها بكون مات، في جزء بطلع egg أقدر من الثانية. ونحن اصلا العلاج بنستهدف به الورم ما بنستهدف به الايك في الانتستين. الموست كومن تكنيك نحن بنستخدمها عشان تو استيميت الورم بيردين واحد اسمه كاتو كاتس والثاني اسمه الستول ميثود. الستول دي اقرب انها تكون بحث بيستخدمها في الريسيرش اكثر من العوامل الطبيه. عشان كده انا جبت لكم مثال الكيتو كاتس. في ناس بيقولوا كيتو كاتس او كاتو كاتس، كاتس دي ممكن يستخدموها. واكثر حاجه بيستخدموها ناس مكافحه البلهارسيا، حاسس ان احنا في السودان ناس مكافحه البلهارسيا قاعد يستخدموا التكنيك ده عشان يعرفوا الورم بيرد. يعني زول ده شايل ليه عدد من الدود قدر شنو الورمز عدده بكون قدر شنو، يعني زول ده مليان ديدان according to the egg count اللي هتظهر لنا ولا كيف؟ يعني بتقدر تفهم حاجة. طيب كيتو كاتس دي التست ده recommended for monitoring large scale treatment programs. عشان كده دايما بيستخدموه ناس مكافحة البلهارسيا such as schistosomiasis
برضو اذكرهم انه الزلم انه ما بينطقوها شيستوسومييزيز، شيستوسومايسيز. ده النطق الحقيقي في عالم الباراسيتولوجي وابحاث الباراسيتولوجي. And other soil transmitted helminth infections. طبعا في بعض الانفكشنز الانفكتيف لارفا بتاعتها بتكون او الايج بتاعتها بتكون شنو؟ اللارفا بتاعتها بتكون في السويل، قاعده في السويل. اما الشيستوسوما دي معروفه انها السركيريا وكده. خلينا نركز على الشيستوسوما دي، انه نحن التست ده دارين نطبقه عشان نشوف نعمل ايج كاونتنج في عين الزول مصاب suspected of having schistosomiasis. طيب هي اصلا بتحتوي على شنو؟ ده ابليكيتر بنشيل به العينه، وده دي اسمه التمبليت، وده مش ودي السلايد. طيب سيمبلي نحن بنعمل سيفنج للعينه عشان نطلع اللارج بارتيكلز، عشان كده بنستخدم السيف ده. التمبليت ده فيه فتحه معينه، الفتحه دي بتشيل كميه محدده من العينه، اظنها بتعادل 50 ملي جرام. الهول دي بتشيل 50 ملي جرام. طيب سيمبلي يعني بصوره مبسطه بدون ما نمشي على البروسيدر دي واحده واحده، بنعمل شنو؟ بنجيب السلايد، بنجيب العينه بتاعت البيشن، بنشيل التمبلت ده، عباره عن حاجه بلاستيكيه كده وفيها فتحه، بنشيل التمبلت ده بنحطه على السلايد. او خلينا نجي في الصوره بتاعت البروسيدر هناك، دي الصوره بتاعت الريكويرمنت اللي هم يا هم ديل، كل واحد اسمه شنو ليش شنو كده. طيب اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه بيحصل انه بنجيب الاستول ده وبنعمل له سيفنج في المش ده، يعني بنصفيه عشان نشيل برا اللارج بارتيكلز. طبعا دائما اللارج بارتيكلز بتكون مشكله حتى في البريبريشن، عشان كده احسن نتخارج منها من بدري. طيب بعد ما عملنا ميشنج، صفينا غلطنا عينه الاستول في مصفى، المصفى هيمسك اللارج بارتيكلز وبهناك السوفت ستول هيمشي لنا. طيب من السوفت ستول اللي صفى بهناك بنقوم نملى منه، نشيل التمبليت نحطه على السلايد ونشيل من عينه الاستول اللي صفيناه دي، نملى الفراغ بتاع التمبليت ده. الفراغ ده تقريبا بيكون شلنا لما نملاه بنكون شلنا لنا 50 ملي جرام. بنقوم بعد ما ملينا الفراغ ده نرفع التمبليت، العينه بتاعت الاستول بتكون قاعده قبلها، نرفع التمبليت بصوره بحيث انه العينه بتاعت الاستول تقعد على السلايد والتمبليت يطلع لنا فاضي. طيب بعد ما عملنا كده، قبل ما نبدا البروسيدر دي بيكون عندنا سيلوفين، شريط اللاصق ده السيلوفين ده بنعمل له سوكينج في الجلسرول اوفر نايت، يعني نجيب سيلوفين عادي نحطه في الجلوسرول ونخليه اوفر نايت. الجلوسرول هي مهمته بعدين عشان يديني كلير باك جراوند. طيب نخليه اوفر نايت. طيب سي انه احنا عملنا سوكينج للشريط ده في عينه الجلوسرول من نمس، والليله هنشتغل التست بتاع الكيتوكاتس. طيب عملنا الخطوات دي واثنين وثلاثه، نجي ورفعنا شلنا التمبليت برا، بقى عندنا العينه قاعده على السلايد اللي هي بتساوي لنا اباوت 50 ملي جرام. نجيب السلوفين ده نلفه حول السلايد، لفيناه حول السلايد، اذا العينه بتكون بين السلوفين وبين السلايد. طيب نجيب سلايد ثانيه نحطها فوق للسلوفين ده من فوق، بتبقى في سلايد فوق لها في العينه، فوق للعينه في السلوفين، فوق للسلوفين ده في السلايد الثانيه، ونعمل بريسنج جنتلي عشان نوزع العينه دي على المساحه دي عشان تديني سمير بعدين تكون انا قادر اشوفها تحت الميكروسكوب، ما تكون فيري ثيك ما بقدر اشوفها، تكون في شكل سمير انا قادر اشوفها. طيب بعد ما عملت بريسنج للسلايد الثانيه على السلايد الاولى والعينه بقت خلاص اتفردت،
بعد ذاك بسحب السلايد الفوق برا، وبكون عندي العينة بقت في شكل يسمير تحت السلفين، وفي الجلسرول الحديني كلير باك جراوند. وبعدين بكون جاهز انه انا امشي اعمل اكزامينيشن سيستماتيكلي للانتير بريبريشن، عشان اعمل ريبورتنج لاي باراسايت. مثلا احنا هسي تارجتين شيستوسوم مانسوناي، لاي شيستوسوم مانسوناي ايج القاه في العينه طوالي انا بعمل له ريبورتنج، وفي النهايه بطلع بعدد معين من الايج. لكن العدد ده في 50 ملي جرام انا ممكن اضرب واصل للعدد، عدد الايج في الجرام بيكون كم. وبالصوره دي اكون حددت انه عدد الايج الموجود في الجرام بيساوي كم، بيعبر لي عن الويرم بيردين الموجوده في الانتستين بتاعه الزول ده. طبعا كل ما كان الويرم بيردين كتير كل ما كانت ترانسميشن انتنسيف، لانه كل سيركيريا واحده بتديني ويرم واحده. اذا معناها اذا كان البيشن الواحد فيه عدد كبير، طبعا معروف انه كل ويرم بيطلع ايج قدر شنو في اليوم، خلاص بنقدر من عدد الايج ده بنقدر نحدد انه الويرمز دي الويرمز المفروض تكون كم. وارجع تاني للكلام الاول انه العدد الويرم بيحدد لنا الانتنسيتي بتاع الترانسميشن. ليه؟ لانه اذا كان السيركيريا الواحده السيركيريا الواحده بتديني ورم واحده، كل ما كان عدد السيركيريا في المويه او في عامل كونتامينيشن للمويه بكميه كبيره، معناه الترانسميشن حيكون فيري انتنس. اتمنى تكونوا فهمتوا الحته دي، لانه الكنترول بتاع الشيستوسوما والبلهارسيا مرتبط بالكنترول بتاع السيركيريا والبيشنت تريتمنت والكلام زي ده. كميه الايج بتعبر عن عدد الويرمز الموجوده في الانتستين بتاع الزول ده، وعدد الويرمز دي معناها جايه من عدد من السيركيريا بعدد الويرمز دي. اذا السيركيريا الموجوده في المويه اللي اصلا الزول ده دخل فيها واخذ السيركيريا، الكمية السكرية الموجودة هناك كثيرة، والدليل على كده انه كمية الويرم بيردين الموجود داخل الزول ده في بطنه كمية كبيرة او عدد كبير. طيب الكيتو كاتس تكنيك is less sensitive unsuitable for fluid and hard specimens. فلويد ما بتقعد لنا اصلا، صعب جدا نتحكم فيها، وهارد سبيسمين ما بنقدر نعملك في شكل يسمير لانها هارد، مهما نضغط بالكفر جلاس تحت السلوفين ما بنقدر. كان التر المورفولوجي الابيرنس بتاعت الايج، لانه لما نضغط ممكن يحصل هاتشينج. وفي نفس الوقت هي ليس سيف، لانها ليس سيف وليس هايجينيك، يعني ممكن تعرضك لانفكشنز وكده لانك بتتعامل مع الاسطول بصوره كثيره وبريسنج وسلوفين ولف. لكن في نفس الوقت ما في مفر غير نستخدم التكنيك ده عشان نقدر نعرف الوير بيردن. ودائما الحاجات اللي بتكون لسيف وليس هايجينيك دائما بيعملوها الناس الاكسبرت الويل تريند. طيب دي بتكون نهايه الستيننج ومثال للاستيميشن اوف ايج ورم بيردين، واخذنا مثال الكيتو كاتس. بنصل كده للكونكلوجن اند ريكومنديشن بتاعت البرنامج كله. والكونكلوجن اند ريكومنديشن بتاعت البرنامج ده هي انا شايفها مهمه جدا، عشان كده اديتها مساحه، لانها في نظري بتعالج مشاكل بتاعت الستول اناليسيس. طيب الكمبليت اوفام باراسايت تيست اللي هو فيه الويت ماونز، دي كونكلوجن طبعا، ويت ماونز وفيه كونسنتريشن وفيه بيرمننت ستيننج تيست اللي هو الاوفام باراسايت تيست ده، شود بي ريكويستد باي فيزيشنز ار كاريد اوت روتينلي especially when coccidian infections are suspected او expected. طيب يعني حاجة يعني محزنة انه نحنا بنشتغل الستول بفهم الستول جنرال وستول اناليسيس اس جي فقط. طيب عشان نحنا
نقدر ندخل الفحص ده الكمبليت اوفام باراسايت تيست ده في معاملنا، نحن محتاجين اول حاجه نحن نعرف الاوفام باراسايت تيست ده ونتدرب عليه و تو ايديوكيت الفيزيشنز عن الفحص ده. الناس لازم يكونوا اوير بالفحص ده وتفاصيله واهميته واقسامه كده. وبعد ما تحصل الحاجه دي بعدك نحن ممكن روتينلي نعمل الكمبليت اوفام باراسايت تيست، خاصه لما يكون في كوكسيديان انفكشنز في بالنا. علي بالك لما يكون علي بالك انه الكوكسيديان باراسايتس could be found في الحته المعينه في اميونو سبريشن او اي شيء من الحاجات دي، لازم نحن ندخل الفحص ده ولازم نجريه روتينلي. الأوفا باراسايت تيست از ليبر انتنسيف، صح، هو ليبر انتنسيف يعني هو مجهد لانه فيه ثلاثه مسارات وخطواته كثيره، عشان كده محتاج سكيل لابوراتوري بيرسونيل. وطبعا السكيلز دي ما بتتبني الا الزول يعرف اول حاجه تفاصيل الحاجه ويمشي يتدرب عليها براكتيكالي بصوره انتنس ومستمره كونتينيوس. بعد ما يعمل الكلام ده بيصل مرحلة انه يكون سكيلد، وبعد ذاك حتى الفحص الليبر انتنسيف ومالتي ستيب ده بيكون له سهل جدا جدا لانه هو متدرب عليه تماما. عشان كده لازم يكون في continuing medical education program، لازم يكون CME ده لازم يكون مستمر تماما. طيب regular didactic and hands-on training programs، didactic معناها نظرية، programs on fecal specimen processing, testing, result reporting should be adopted by health authorities. لازم يكون في كورسات أو programs، برامج. البرامج دي تدرب الناس من ناحية نظرية، زي ورشتنا دي. أنت من ناحية نظرية أو برنامج ده من ناحية نظرية. لو ما عرفت تفاصيل الحاجة من ناحية نظرية، البرينسيبولز، الاحتياجات، ال بتظهر كيف، واللي بستخدمه ومتين، كل التفاصيل دي وما عرفتها ما بتقدر تمشي تطبق هانس اون تريننج. هانس اون تريننج معناه تريننج بروجرام بتشتغل فيه بيدك براكتيكال. اذا انت محتاج اول حاجة تعرف الموضوع من ناحية نظرية، وعشان بعد ذاك تمشي تطبقه من ناحية عملية وبصورة continuous، عشان تصل مرحلة انك تكون skilled بتقدر تمارس الأوفا and parasite test. طيب دي الحاجة الأولى، انك انت تعرف النظري وتتدرب على العملي عشان تطبق الفحص ده في المعمل، خصوصا لو كان في coccidian infections نحن متوقعينها. وعشان نحن نعمل الكلام ده كله لازم ناخد في بالنا او نستصحب معانا الفيزيشنز عشان يعرفوا اهمية الفحص ده ويطلبوه ونحن نطبقه روتين اللي في المعامل. دي الحاجة المهمة. الحاجة الثانية انه احنا لازم نغير نظرة الاستاف عموما، الميديكال استاف عموما للستول مايكروسكوبي. نعمل لهم موتيفيشن باي motivating senior laboratory experts. والله كلمة experts دي هم ما بيستحقوها لو نحن أخذنا في بالنا الستول مايكروسكوبي، لأنه الاكسبرت ذاته هو ما أدى الستول مايكروسكوبي حقه عشان يبقى expert فيه. قد يكون expert في الحاجات الثانية في المعمل، لكن المايكروسكوبي ده هو ما expert، هو ذاته هو السوبرفايزر ده اللي نحن بنصفه إنه expert لازم ياخد training programs في الستول مايكروسكوبي، ونحفز ونحس انه ياخذ الكورسات دي عشان هو ذاته يوصل مرحله اكسبيرس عشان يقدر يجعل سوبرفيجن. وده ما بيحصل الا نحن نغير نظره الناس للستول مايكروسكوبي. دي حاجه مهمه جدا لان دي اس المشكله اللي هو النظره والتعامل مع الستول وفحصه تحت المايكروسكوب. عشان الكلام الفات ده لازم نحن نعمل education of السودانيز physicians regarding شنو a diagnosis of human parasite infections. لا عشان الكلام الفات ده
عشان المشاكل اللي فاتت دي والنظره اللي فاتت دي. عشان كده الادوكيشن بتاع السودانيز فيزيشنز ريجاردينج الدياجنوز اوف باراسيتيك ديزيز هو فيري ليميتد فيري ليميتد، لانه حتى في المعهل اهل الفحص ذاتهم ناس المعمل هم بيهربوا من الكلام ده، من فحص الاستول ده والاستول مايكروسكوبي. كيف الفيزيشنز ديل يكونوا اوير باهميه الاوفا ان باراسايت تيست؟ طيب نحن عشان نحل المشكله دي لازم نعمل، لازم الكلينيشنز ديل يكون عندهم الان ديبث نوليدج اوف دايجنوستيك باراسايتولوجي. هم قد يكونوا عارفين الملاريا بتفاصيلها، عارفين الجار ديايسيس بتفاصيله وهكذا، لكن ما عارفين الدايجنوستيك باراسايتولوجي، انه الباراسيتيك ديزيز المعين تطلب له يا تو تيست عشان تصل الكونفيرميشن انه المرض المعين فيه ولا ما فيه. ان اوردر لازم يكون عندهم نوليدج ان ديبث نوليدج اوف دايجنوستيك باراسايتولوجي. عشان شنو؟ عشان يصلوا عشان يقدروا يختاروا الابروبريت تيست. ابروبريت تيست اذا هم اذا المشكول الاستول مشكلته ممتده من المعمل والاستاب بتاعه لحد الفيزيشنز. المعمل واستابه هارب، المعمل استاف المعمل هارب من عينة الاستول والمستول مايكروسكوبي. هروبه ده عمل نيجليجنس، عمل نيجليجنس للاستول مايكروسكوبي. الناس بيجوا يتجاهلوا الاستول مايكروسكوبي، والمشكله اللي بدت من المعمل دي امتدت للكلينيشنز، بيجوا هم ذاتهم ما مدين الاستول مايكروسكوبي حقه، وفي نفس الوقت هم ما عارفين اصلا. يعني الاوفر باراسايت تيست ده لا اتوقع اخصائي كبير بتاع جهاز هضمي يكون بيعرف حاجه اسمها اوفر باراسايت تيست، ما بيعرف اصلا. طيب هذا الشيء لا يعطيه، لو ما نحن اعترفنا باهميه الاستول مايكروسكوبي في كناس معامل ما بنقدر نوصل المعلومه للكلينيشنز انه في كده ولازم انتوا تهتموا به وتطلبوه وتفاصيله كده، والويت بيظهر لك كده، والكونسنتريشن بيصير لك كده، والستيننج بيصير لك كده وهكذا. هم ما عارفين الحاجه دي، نحن علينا نوصل لهم المعلومه ونستصحبهم معانا في تطوير الاستول مايكروسكوب. هم الفيزيشنز ديل لازم يكونوا ملمين بانه بالبروبابيليتي احتمال انك انت تو ديتكت كلينيكال ريليفنت باراسايتس، يعني متماشين مع الكلينيكال دايجنوزيس في سنجل سبيسمن، في سنجل سبيسمن مي بي از لو. يعني لما هو يطلب له عينه سنجل واحده بس ويمشي يكتب اس جي وداير يطلعوا له نتيجه متماشيه كلينيكالي مع السسبشن بتاعه، ال 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 النتيجه دي ما حتغطي البروبابيليتي بتاعت انها تشخص المرض ما حتكون اكثر من 60%، لكن ممكن ترتفع لو العينات دي اخذوا عينات اكثر من واحده، مثلا يكونوا ثلاث عينات اكزامين، لكن اكزامين بشنو؟ بالفول اوفر ان باراسايت تيست. طيب هو لو ما عرف الكلام ده ما بيطلبه، نحن علينا نوصل له المعلومه. كلينيكال انفورميشن، في حاجه ثانيه مهمه نحن في المعمل حتى لو بدينا نطبق في الفحص ده، لازم تجينا انفورميشن معينه تجينا مع العينات عشان نقدر نحن نعرف الدايجنوزيس ده ممكن يمشي في هذا الاتجاه. يعني ممكن الدايجنوزيس ده يمشي في اتجاه الستيننج، انا اخذ في بالي الستيننج، ممكن يمشي في اتجاه باراسايت معين بينفع معاه السيدمنتيشن في الكونسنتريشن، يمشي في اتجاه باراسايت ثاني يمشي ينفع معاه الفلوتيشن وهكذا. اذا لازم يكون في كلينيكال انفورميشن مع في الريكوست فورم بتحدد، بتدينا انا زي هنتس انه انا امشي الدياجنوز بتاعي يمشي في ياتو اتجاه. طيب واحده من الريكومنديشنز الثانيه انه اللابوراتوري لازم يكون عنده كرايتيريا فور ريجكشن اوف ستول سبيسيمنز. ما اظن في معمل في السودان حاليا قاعد ارجع له عينة ستول حتى لو جات مسافره من بور السودان لحد الخط. طيب العينه دي معروف انه زي ما قلنا قبل كده انه عندها زمن معين ممكن تلقى فيها الباراسايت، بوفاته الزمن ده بانواع باختلاف انواع العينه خلاص انت ما حتشوف الباراسايت الثاني، ديستورشن لوس اوف موتيليتي اند سو اون. طيب الريجكشن ده مفروض
يكون بيتضمن شنو؟ presence of interfering substances، مويه مثلا. desiccation، يعني لو لقيت لي مويه في عينه ارجعها واقول له جيب عينه غيرها. لو حصل desiccation للعين، العين بقت جافه ما نافع يجيب غيرها، عينه غيرها. insufficient quantity، جاب كميه بسيطه جدا جدا ما بيكون representative للعين الكبيره عشان انا اقدر القى فيها باراسايت. ما كافيه انه انا القى فيها باراسايت. and prolonged delays between collection and delivery to laboratory without preservation. جماعه في الكلاكله وماشي في حصى في مستشفى خرطوم والشارع زحمه، اخذ له ساعتين في الشارع خلاص. delay، في تاخر بين شنو؟ الكولكشن من جماعه في الكلاكله لحد ما وصله وسلم الدليفري في المعمل، والتاخير ده ما كان معه بريزرفيشن، اذا العينه دي ما نافعه. اتحدى اي زول فيكم يحضر يوريني انه هو شغال في معمل قاعد يرجع العينه لانه فيها واحده من المشاكل دي. طيب at least one concentration method such as formalin or formal ether or formal ethyl acetate should be a routine procedure in stool microscopy. طبعا وطبعا طالما في a concentration method واحدة، أنا بقول at least برضو يكون معها one staining method تكون روتينلي كاريد اوت في المعمل. ممكن تكون زيت انستين. عشان ليه؟ لانه في بالك انت الكوكسيديوم باراسايز. انا الكوكسيديوم باراسايز دي شايفها مشكله كبيره الناس مو منتبهين لها. Multiple stool samples should be examined prior to ruling out parasitic infections. ما عينه واحده بس، لو كان في high clinical suspicion لمرض معين parasitic، عينة واحدة ما كافية عشان تنفي الانفكشن. لازم يكون في مالتيبل سامبلز، لأنه الشيدنج بتاع الباراسايت ذاته بيختلف، قد ما تلقى الباراسايت في عينة وتلقى في العينة الثانية. طيب إذا الكلام الفات ده كله الامبلمنتيشن اوف اول ذيس ثينكس، الكلام الفات ده كله مما بدينا الكونكلوجن اند ريكومنديشن دي حتمكننا إننا نقدم اكيوريت دايجنوزيس of intestinal parasitosis. إذا الفاينل جول إنه الدياجنوزيس ده يكون أكيوريت، يعني اللي عنده حاجة حقيقة عنده والما عنده حقيقة ما عنده، عشان نصل المرحلة دي لازم نعمل implementation، نطبق كل الكلام اللي قلناه الفات ده من نحن دخلنا في الconclusion and recommendations. وطبعا هي اختصار conclusion للبرنامج كله، تفاصيل البرنامج كله، والريكومنديشنز دي بتعبر عن البرنامج كله. اذا الكلام الفات ده الاهتمام بالوفام باراسايت تيست، الاهتمام بالتدريب، الاهتمام بالعينه، ان يكون عندنا ريجكشن كرايتيريا او كرايتيريا فور ريجكشن، دي كلها حاجات مهمه جدا جدا في النهايه بتصب في الاكيوريت دايجنوزيس. وبكده نكون وصلنا لنهايه البروجرام اللي هي نهاية بنهاية الورش المحاضرة الثانية من الورشة الثانية. أتمنى إنه أكون قدمت البرنامج بصورة سهلة جدا جدا، بصورة واضحة، بلغة مبسطة، لأنه واحدة من البوليسيز إنه المعلومة تصل بأبسط طريق بأكثر طريق وبأبسط صورة عشان الناس تقدر تأخذ المعلومة وتأخذ المسيجز بصورة واضحة وتقدر تستفيد منها من ناحية theoretical وتمشي تطبيقها من ناحية عملية، خاصة الناس الشغالين في معامل. الموضوع بسيط جدا جدا، جيب reagents وطبق، هتلقى نفسك اتدربتها وجودت التشخيص ودخلت لك method جديدة، هتلقى من وراها دخل وحتفيد بها المريض وحتفيد حتساعد في control of parasitic diseases. وشكرا جزيلا. ان شاء الله اي استفسارات او اي حاجات ما واضحه، الناس اللي بيشتركوا معانا بعدين ويحضروا معانا البرنامج بنلاقيهم في الواتساب جروبس،
وبنقدر إن شاء الله نجاوب على أي استفسارات وأي حاجات ما واضحة نوضحها أكثر إن شاء الله. وشكرا جزيلا.